يقول كنا في جنازة في المقبرة وفي آخر الدفن اتجه الحاضرون جميعا إلى القبلة ورفعوا أيديهم بالدعاء لله سبحانه وتعالى، ما حكم هذا الفعل؟ هذا سنة، إذا فرغوا من دفنه يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون له التثبيت. قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.